والآن ننتقل معكم لمتابعة أهم وآخر الأنباء الاقتصادية في هذه النشرة. نعم، تنضم إلينا فيها ميرنا إيهاب. إليك ميرنا. شكرا لكم رجائي وليلى، والآن مشاهدينا جولة اقتصادية جديدة محليا وعالميا. أعلن رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع عن انتظام حركة الملاحة بالقناة، وأن حركة الملاحة تسير بصورة طبيعية من الاتجاهين الشمالية في بورسعيد والجنوبية في السويس. وأشار الفريق إلى أن قاطرات الإنقاذ البحرية للهيئة نجحت في التعامل الفوري مع طوارئ الملاحة والأعطال الفنية التي تعرضت لهما ناقلتان خلال عبورهما للقناة ضمن قافلة الشمال. وأضاف رئيس الهيئة أن المعاينة المبدئية أفادت بعدم وجود أي تلفيات بالغة تذكر أو وقوع أي حوادث تلوث بمحيط الناقلتين، مؤكدا جاهزية هيئة قناة السويس للتعامل باحترافية مع حالات الطوارئ المحتملة من خلال منظومة متكاملة تزخر بكفاءات ملاحية وخبرات متراكمة في أعمال الإنقاذ البحري. أكدت مؤسسة التمويل الدولية العضوة بمجموعة البنك الدولي أن مصر تتصدر بلدان أفريقيا الواعدة بالنمو في مجال الاقتصاد الرقمي إلى جانب المغرب ونيجيريا وجنوب أفريقيا وكينيا، وذلك بحلول عام 2025، حيث تمتلك الدول الخمس ما لا يقل عن 700 ألف مطور رقمي محترف. وتوقعت مؤسسة التمويل الدولي نمو حجم الاقتصاد الرقمي في أفريقيا إلى أكثر من 180 مليار دولار بحلول لعام 2025، ما يعادل 5.2% من الناتج الإجمالي الكلي لأفريقيا. واستندت مؤسسة التمويل الدولي في تقديراتها للاقتصاد الرقمي الأفريقي إلى بيانات النمو الكلي للنواتج المحلية الأفريقية خلال الفترة من عام 2010 حتى عام 2019، والذي كان بنسبة تقدر ب4% سنوياً. في أسواق البترول العالمية تراجعت أسعار النفط بأكثر من 1%، حيث خيمت بيانات التصنيع العالمية القاتمة على الأسواق قبل اجتماع سنوي لمحافظي البنوك المركزية في جاكسون هول بالولايات المتحدة. هذا وهبط خام برنت بنسبة تقدر ب1.57% ليصل إلى 82.88 دولار للبرميل. كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة تقدر ب1.28% إلى 78.62 دولار، فيما ارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة تقدر ب17% لتصل إلى 3.11 دولار للتر. هذا وانخفضت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة تقدر ب2.27% لتسجل 2.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أعلنت إدارة معلومات الطاقة في الولايات المتحدة أن مخزونات النفط الخام تراجعت، فيما ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير. وتراجعت مخزونات النفط الخام بنسبة تقدر ب6.1 مليون برميل في الأسبوع الماضي إلى 433.5 مليون برميل. وأضافت الإدارة الأمريكية أن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينغ بولاية أوكلاهوما انخفضت بنسبة تقدر ب3.1 مليون برميل في الأسبوع الماضي. وأشارت الإدارة إلى أن استهلاك مصافي التكرير للخام ارتفع 30 ألف برميل يوميا في الأسبوع الماضي. انتهت أخبار الاقتصاد، والعودة إليكم مرة أخرى رجائي وليلى. شكرا لك مرنا.